بأن الحجر الأسود قد سرق من الكعبة وأخذ، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد. تقول إيه؟ الله يسامحك يا شيخ محمد، الكلام ده صحيح؟ جبته منين؟ اقرأ التاريخ، بقول لك انظر للتاريخ نظرة أعمق، ارجع للتاريخ انظر نظرة أشمل. الحجر الأسود انتزع من الكعبة؟ أيوة. مين ده؟ الخبيث المجرم أبو طاهر القرمطي الذي انتزع الحجر الأسود من بيت الرب العلي وذبح المسلمين في الطواف وهم يطوفون حول بيت الله جل وعلا، ذبحهم كما تذبح الخراف والأغنام، ذبحهم وهم يطوفون بملابس الإحرام وانتزع الحجر الأسود. وخلي بالك بقى، شايف الفتنة، ظل يصرخ في الكعبة في صحن الطواف يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يا خبر أبيض، ده تحدي واضح. بتقول لنا طير أبابيل نزلت على أبراء الحبشي، وبتقول لنا حجارة من سجيل نزلت على أبراء، فين الطير دي؟ أنا عاوز الطير، عاوز الحجارة. يا الله، فتنة قاسية، فتنة قاسية على المسلمين في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أنا عاوز حضرتك تتصور هذا المشهد وهذا الحال وهذا الواقع. يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود يا أحبابي ويا أخواتي بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد.